السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه نوكود دوت تك. الموقع دوت بيجمع لي التولز اللي موجودة اللي اقدر من خلالها اعمل مهام من غير برمجة. اعمل موقع مثلا، يعني هيديني حاجات اقدر ان انا اختار بعض الحاجات فالاقي الموقع بتاعي تم اطلاقه، اقدر ان انا اعمل برنامج، اقدر ان انا اعمل تطبيق على الموبايل وهكذا. الكلام ده كله مش محتاج ان انا اتعلم برمجة. هل ده يلغي فكرة المبرمجين او ان انا اتعلم برمجة؟ لا، لان لو انا عايز اعمل حاجة سبيشال او حاجة خاصة او حاجة ما اتعملتش قبل كده لازم برمجة. انما لو انت عايز تعمل موقع لشركتك ما فيهوش غير في فكرة من نحن والنشاط بتاعنا والحاجات السابقة، فهتلاقي مواقع كتيرة تقدر انها تعملها لك ببلاش. تمام، دي شوية مقالات تمام ملناش احنا دعوة بيها، لو انت عايز تقرأ براحتك. خلينا ندخل على التولز. فبيقول لي في تطبيقات خاصة بالاب وفي حاجات خاصة بالانترنال تولز. طيب تعال نشوف التطبيقات ديت والتطبيقات ديت. وفي حاجات كتيرة بتبقى اوتوميشن، يعني مجرد ان حاجة تحصل حاجة تانية تحصل. هنشوفها مع بعض. في مواقع بتعمل ويب سايت بيلدر، وفي ويب اب بيلدر، وفي فيديو اديتور. هو منظم لي حاجات كتيرة جدا، تبدأ تختار اللي انت عايزه. خلينا نخش كده على الاوتوميشن، لان الاوتوميشن بيوفر لي وقت كتير قوي. مثلا الموقع دوت زبر، ده الموقع ده جميل جدا. في موقع تاني اسمه IFTTT، دي اكتر مواقع انا بستخدمها الصراحة. وموقع ميك برضو، تعالى نفتح موقع ميك. الاتنين دول فري، بس طبعا لو انت عايز امكانيات اكتر لازم بفلوس. كل دول نفس الفكرة ونفس الاوامر. طيب تعالى ندخل كده اهو. الموقع ده عبارة عن ايه؟ مثلا انا نشرت فيديو على اليوتيوب، فمضطر ان انا اشيره على الفيسبوك، ومش مضطر ان انا اشيره هنا، ومضطر اشيره هنا، وهكذا على 20 موقع. هو لا، مجرد ان انا اقول له اول ما انشر فيديو على اليوتيوب ابدا اعمل كذا وكذا وكذا. مثلا اول ما يجي لي ايميل حوله على شات جي بي تي وابدا ان انت مثلا اشرحه لي او ترجمه لي او كذا، او في سمرايز لخص لي السيلز كول يوزنج اوبن اي اي. كل الحاجات دي ممكن تتم من خلال الموقع الجميل دوت. وفي مواقع كتيره جدا بتعمل نفس الفكره، لكن هو الصراحه ده يعني اللي انا بستخدمه كتير. انا ظبطته مره واحده وسايب بقى مع نفسه. فهتلاقي فيه عشرات الاوامر، مثلا اول ما تيجي ايفنت معين اتنشر على جوجل ابدا انشره هنا. مثلا اول ما انشر حاجه على اليوتيوب انشرها على الورد بريس. اول ما يبقى فيه ايفنت ابدا مثلا حطه على جوجل كاليندر. اول ما يبقى فيه كذا احط فيه كذا. تمام، اول ما يبقى فيه زوم ابعت رساله لكل الناس ان في ايفنت معين. اول ما نعمل جوجل كاليندر انشره لي على لينكد ان. ففي حاجات كتيره جدا بتسهل عليك الشغل بتاعك. طيب موقع ميك نفس الفكره برضو، دي حاجات كلها اوتوميشن. اول ما يحصل حدث بيعمل الحاجه التانية. الموضوع بسيط، انت بتقول له حدد لي حاجه ولما تحصل حاجه اربطها لي بحاجه تانية. يعني خلينا اقول له كرييت مثلا، من غير برمجه ولا حاجه خالص. والميزه ان هو بتعمل مره واحده لكن بيكون موجود معاك على طول. تقريبا انا عملت اللي هم المفروض ليه 5. ماشي، طيب تعالى نشوف مثلا دوت. كل الفكرة ان ايه اللي هيحصل هنا وايه اللي هيحصل هنا. يعني لما بختار بقول له انا عايز مثلا جوجل كالندر، واعرف بقى جوجل كالندر ادخل الحساب بتاعي، ولينكد ان ادخل الحساب بتاعي. هو بيمشي معايا خطوة خطوة، يعني يقول لي اديني الاسم، اديني الباسورد، طب انت عايز لما يحصل ايه، وهكذا الاعدادات. تمام، عملتها مظبوط وكل حاجة، هقول له ايه بابلش خلاص. طيب وهكذا ميك. طيب خلينا نشوف اي اف تي تي. الموقع ده من اجمل المواقع الصراحة. تمام، بقول له لما يحصل حاجة اعمل حاجة تانية. لما يحصل مثلا مثلا لما يحصل كالندر معين انشره لي مثلا في حاجة تانية. لما انشر في الانستجرام انشره في التويت في التويتر، وهكذا. في حاجات كتيرة جدا خاصة بالذكاء الاصطناعي، في حاجات خاصة يعني السوليوشن كلها موجودة هنا. اي اي تولز مثلا يربط لك بشات جي بي تي على طول. لما مثلا حد ينشر يوتيوب من الناس انا متابعهم ابعت لي الملخص بتاعهم، ف
فموقع جميل. طيب تعال نشوف بقية المواقع دي. موقع انترنال تقدر مثلا تعمل كومبليكس داتابيس، تعمل حسابات الشركة بتاعتك، كل الحاجات دي من غير برمجة، مجرد ان انت بتحط الفكرة بتاعتك بس. في مثلا حاجات بتعمل موبايل ابليكيشن مثلا، البرنامج ده انا شرحته، في حاجات كتير انا كنت شرحتها فهسيبها لكم اسفل الفيديو. ادولو بتبدأ ان انت بس تقول له انا هختار الشكل، طب هختار الزرار ده يعمل كذا، واختار ده يعمل كذا. فانا شرحته مش لازم اشرحه تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل، لكن دي كلها الموقع هنا موجوده بالتقييمات بتاعتها، انهي واحده فيهم السهوله وانهي واحده المرنه، وانهي الديزاين بتاعه سهل وانهي المجاني، فتقدر تشوف ايه الانسب ليك وتجربه. ده ويب سايت، ده ويب فلو برضو شرحته، فهشرح اسيب لكم الرابط بتاع الشرح هنا. الووردبريس، الووردبريس يعني ابسط حاجه، بتقول له عايز اعمل ووردبريس بيعمل لك بشكل رائع، تمام، ما فيهوش اي مشاكل خالص. الووردبريس كانك بتكتب مثلا على الفيسبوك وبتقول له انشر، فجميل جدا يعني. هسيب لكم شرح ليه برضو، الووردبريس وشرح الويب فلو، هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط، ومش محتاج تتعلم اي لغه برمجه ولا حتى ال HTML. ده ابعد عنه خالص لان ده تبع الكيان المحتل، فمش عايزين حد يستخدمه خالص. هسيب لكم رابط الحاجات اللي احنا قلنا عليها اسفل الفيديو، فبشوفوا الفيديوهات دي ان شاء الله هتلاقوها مفيده. في حاجات خاصه بالديزاينر، في حاجات خاصه بالسامبل ابس وهكذا، تبدا بقى تشوف ايه الانسب ليك وتبدا ان انت تشتغل عليه.